تحية سام زراء المعادي، وماذا نرى لهذا السعر الذي ما زلنا نتوقع منه المزيد والمزيد؟ زراء المعادي عمل تصحيح بسيط جدا زجزاج، وكان بيتداول دايما ما بين مستويات 7.95 جنيه لحد مستويات 7.20 جنيه، وما زلنا ننتظر من السهم ده المزيد. ليه بقول المزيد؟ انا عندي شمعة مهمة قوي، الشمعة دي اعتقد ان الشمعة دي بتوديني لاهداف كبيرة قوي، وما زلت ابحث عن اهداف لهذا السهم. انا عندي منطقة كنا محددينها مع بعض ما بين 9.75 جنيه لحد مستويات 9.20 جنيه، ولو بصينا ورجعنا على فريم كبير شوية هنلاقي دي منطقة عرض قوية جدا انا بستهدفها من بدري، وكنا بنتكلم عليها. احنا قلنا بمنتهى البساطة عايزين نلغي كل هذه الموجة الهابطة ونستقر فوق منها. طيب السهم ده ممكن يعمل ايه؟ السهم ده اعتقد ان هو هيطلع يكسر لي منطقة العرض دي اللي احنا شايفينها اللي ما بين مناطق ال 78 فيبو الى مستويات ال 61 فيبو، وبعد منها اتوقع اي تراجع او فرصة للشراء، خصوصا ان انا بتوقع كمان ان احنا هنكسرها وهنصعد بقوة فوق منها. اللي انا شايفه كمان ان انا ممكن الصعود يمتد لحد المناطق دي، كمان ممكن يمتد لحد المناطق دي اللي هي مناطق ال 11 جنيه. شايف السهم ممتاز جدا، ولو رحنا على فريم الويكلي اللي احنا عليه هنلاقي انا عندي شمع، يعني انا عندي ثلاث شموع الفرسان الثلاثه على الفريم الويكلي بتدعم فكره الصعود بجنون. كمان لو بصيت مع المجدي هلاقي في زخم بيزيد، فاعتقد اي تراجع للسهم ده هو فرصه للشراء وليس البيع. عندنا منطقه الطلب المهمه اللي احنا عندها، اعتقد اي تراجع بضعف داخل المناطق دي هو فرصه للشراء، وما زلنا ننتظر ايضا هي المناطق دي اللي احنا محددينها اللي ما بين ال 7.95 جنيه لحد مستويات ال 7.20 جنيه اللي بنتكلم عليها. اعتقد انا بنتظم من السهم ده مزيد ومزيد من الصعود، واول هدف بالنسبه لي هيكون عند مستويات ال 9.20 جنيه لحد مستويات ال 9.75 جنيه، واحنا من فتره بنتكلم قلنا ان السهم ده رايح يكسر مستويات ال 9 جنيه. السهم ده بس عايز تطول بالك وعايز صبر، واعتقد ان السهم له اهداف كبيره. لو جينا على فريم الساعه تاني ما عندناش ملاحظه، احنا الملاحظه اللي احنا شايفينها ان احنا عمالين نتداول في منطقه دعم قويه جدا، كل ما بنرجع منها بنرتد منها بقوه. منطقه الدعم دي اللي اعتقد كانت منطقه عرض قويه في الفتره السابقه وكسرناها، وما زلنا بنستهدف المنطقه التانيه اللي اعتقد منها ممكن يحصل تصحيح بقى قبل الانفجار السعري. وبالتوفيق.